والدك ارهابي ووالدتك ارهابيه واختك ارهابيه. زيدان اعتدى بالضرب على مترزي في نهائي كاس عالم 2006، ولمجرد ان زين الدين زيدان اصوله عربيه، اوروبا استغلت الحدث ووصلت لك الرساله بالطريقه دي. ايه اللي حصل؟ يلا بينا نعرف. خلينا اعمل لك ريكاب لمونديال 2006 للشباب اللي ما يعرفوش. فرنسا فازت على اسبانيا والبرتغال والبرازيل في الادوار الاقصائيه. ايطاليا فازت على اوكرانيا واستراليا والمانيا صعبه الارض علشان فرنسا تواجه ايطاليا في النهائي. في النهائي في الدقيقه 7 من المباراه ركله جزاء لمنتخب فرنسا علشان زيدان يقرر يصوب ويلعبها على طريق بانينكا في حارس مرمى من اعظم حراس التاريخ جالويجي بوفون. وفي الدقيقه 19 من ضربه ركنيه لمنتخب ايطاليا مترزي بيحرز هدف التعادل. واستمرت احداث المباراه بالتعادل لحد ما وصلت للاشواط الاضافيه. وقبل بدايه الشوط الاضافي الاول مارشيلو ليمبي طلب من مترزي ان هو يراقب زيدان لما يدخل يستقبل العرضيات. وفي واحده من العرضيات دي مترزي وهو بيراقب زيدان حضن زين الدين زيدان. فزيدان لف وقال له لو انت عايز التيشيرت هدولك بعد المباراه. مترزي وقتها حس ان زين الدين زيدان بيسخر منه او بيستخف بيه. فمترزي رد على زيدان وحصل اللي احنا شفناه في المباراه. الروايه اللي احنا نعرفها ان مترزي قال لزيدان ان والدك ارهابي ووالدتك ارهابيه واختك ارهابيه. الرواية دي كان مصدرها الصحف الأوروبية وبالتحديد دالي ميل وذا صن ودالي ستار. واللي بيأكد إن الكلام ده غير صحيح إن مترزي رفع قضايا تشهير على الصحف دي وكسب التلات قضايا ووصفت في بعض التقارير إن هو أخذ تعويضات من 6 أرقام يعني تقريبا بملايين. في مؤتمر صحفي لما زيدان اتسأل عن الواقعة دي قال إن مترزي سبب والدته وإن والدته في الوقت ده كانت في المستشفى وقال إنه سبب أخته. من الناحية التانية قصة مترزي كانت مختلفة. مترزي قال انا ما قلتش لزيدان اي حاجه تخص العرق او الدين او السياسه، وان زين الدين زيدان لما استفزني وحسيت ان هو بيستقل بيا قلت له افضل ان احصل على اختك العائله. وقال ان انا ما استحقش رده الفعل دي من زيدان، لان ببساطه انت ممكن تسمع الكلام ده وانت ماشي في شوارع نابولي وباريس وروما. زيدان بقى قال انا ما ندمتش لحظه واحده على اللي عملته مع مترزي، وان لو رجع بيا الزمن هكرر نفس رده الفعل اللي عملتها معاه. السر بقى اللي صرحت بيه زوجة زيدان في كتاب زيدان حياة سرية قالت ان زيدان كان لابس تيشيرت تحت تيشيرت المنتخب، والتيشيرت ده كان موجه فيه رسائل شكر للمدربين اللي كانوا بيتدربوا معاه والاندية اللي هو لعب فيها. واللي افسد اللحظة دي حرفيا الطرد بتاع المباراة. الواقعة دي اتبنى لها تمثال في ايطاليا، ومترزي وصل استفزازه لزين الدين زيدان وراح اتصور تحت التمثال ده ونزل الصور دي على حساباته على السوشيال ميديا. اكتب لي في الكومنتات لو انت في موقف زين الدين زيدان كنت هتعمل ايه، وإيه رأيك من موقف الصحف الأوروبية من الإشاعات دي؟ أشوفك الحلقة الجاية.